وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله، نشر التوحيد وإبطال الشرك، لأن الدين لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله، فمن عبد غير الله فإنه يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد، فإن أبى فإنه يقاتل.